اول حاجه طريقه الابلاغ انه هي بتحتفظ بجسم الجريمه زي ما قلنا في اول الحلقه اللي هي الرساله اللي هي الفيديو زي ما يكون ايه هو الموضوع ما بتمسحوش ما بتنبهش الجاني ان هي تقوم باجراء عشان هو كمان ما يمسحهاش بتروح مباحث الانترنت تعمل بلاغ او بتروح قسم الشرطه اللي هي تبع يعني بكل الخطوات دي انا كست وبنت النهارده بحمي نفسي من اي حاجه تشهير بتخص طبعا الموضوع ده من خلال او بقى من الزوج او اي حاجه انا هنا دي الخطوات اللي بتحمي اي بنت بالظبط. وعندنا كمان في خط ساخن لمكافحه الجرائم الالكترونيه ايضا طبعًا. اللي هو 108 وفي ارقام 108 وفي كمان ارقام اعتقد خاصه للواتساب بالظبط في واتساب وفي كمان تليفون ارضي يعني في النهايه انه في كذا طريقه نقدر نبلغ بيها حين انا بصي كل البنات وكل طبعًا. الستات وكل اولادنا انت الضحيه خدي بالك وبلغي اولا احتاطي قبل اي حاجه طبعا. طيب لا قدر الله حصل هنعمل ايه لازم تبلغي هنا اتكلمي ما تخافيش انت بالشكل ده بتحمي نفسك وبتحمي اللي بعدك. ضحايا محتملات بتقومي المجتمع طبعا. انه في الاخر انا لو بنتي مثلا النهارده عندها 15 سنه ووقعت في هذا الامر يعني خليني اقول لها حبيبتي انت بتحمي بنتك اللي هيكون عندها 15 سنه في المستقبل جميل. اما بنعاقب يعني هذا المجرم او هذا الجاني كمان الاهالي بوصيهم يحضنوا اولادهم يعني ياخدوا بالهم منهم لو انا جات لي بنتي تشتكي لي ما كدبهاش لازم انا اللي اكون الدعم ليها لازم انا اكون السند احنا للاسف عندنا حالات من كتر الضغط المجتمعي اقبلت على الانتحار لانه محيطها الصغير مرعوبه منه خايفه منه او صرحته بقت تلجا للاسف عشان ما فيش ارتباط اسري باي علاقات بالظبط للتخلص من حياتها طبعًا. يعني احنا اصحاب مصلحه اجتماعيه في الامن المجتمعي للاسره المصريه طيب ازاي النهارده اي ست مصريه بتشوفنا النهارده او اي مثلا عشان اقول بقى حد مخطوب نتكلم بقى في الجواز عشان بيبقى فيه صور طبعا وحاجات خاصه ازاي احمي نفسي من زوج ممكن يكون ابتزني او شهر بفيديوهات او عمل كده مع مراته ازاي الستات النهارده تحمي نفسهم من الحالات اللي زي دي احنا للاسف ما عندناش طريقه الا زي ما قلنا طرق الابلاغ الموجوده سواء كان يعني هي متعدده الحقيقه وكتيره لازم نعمل ده ولازم نثبته ويعني ما نرضخش لفكره التصالح في الخيانه لا بلاش يعني ممكن تتصالحي لو اتضربتي خيانه امانه بالظبط خيانه امانه مش خيانه عاديه بالظبط كده لانه كمان في الحقيقه ده تقدري تستندي عليه بعد كده فيما يتعلق بحقوقك الشرعيه طيب ده لو حصل لا قدر الله الموضوع ده طيب اي ست مثلا جوزها مسافر لما بتبعت له صور ازاي تحمي نفسها وتبقى يعني ما احنا برضو واحده متجوزه واحده هتحمي نفسها ازاي ايه اللي ممكن الست النهارده تعمله هو الحقيقه احنا ما نقدرش يعني نعاقبها تشككي بقى دلوقتي لا ما نقدرش نعاقبها على فطرتها الانسانيه احنا نعاقب اللي خرج على الفطره الانسانيه هي بطبيعه الحال جوزها وبتتعامل مع بمنطق انه جوزها وزي ممكن تكون يعني يرجع في الاخر للاختيار لان اي ست النهارده طبعا. بتامن لجوزها وبتبقى مديه الامان زي ما بيقولوا ما بتبقاش عارفه الزوج ده في الاخر ممكن يحصل منه ايه ممكن يشهر بيها بفيديوهات لو هو مسافر او مثلا صور او حاجه زي كده فطبعا نحسن الاختيار اولا طبعا. واخيرا ده اكيد هو لازم تدي الامان امال هتدي الامان لمين لكن صح. عندك حق هو يعني نحسن الاختيار منذ البدايه لكن للاسف لما خربت الزمم كان لابد من تدخل القانون فهذا حصل وحصل تشهير في تعويضات ماديه ممكن تبقى مقابل الموضوع ده طبعا تشير. اي شخص وقع عليه ضرر من حقه ان هو يرفع دعوه تعويض ودي بيكون تعويض مادي وادبي وبيكون دعوه منفصله عن الدعوه الجنائيه هي بيكون اسمها دعوه مدنيه وبيحصل على تعويض طبعا يعني دي احد الطرق اللي بتبقى مرضيه طبعا للطرف المضرور او اللي وقع عليه التشهير بالظبط انه طيب. بيكون عندنا عقوبه جنائيه وايضا عقوبه ليها علاقه بالتعويض يعني بيتحبس وكمان بيدفع فلوس او بيدفع غرامه وكمان بيدفع فلوس في عجاله بقى كده في فضل. موضوع من الموضوعات برضو المهمه الاثار جدل كبير جدا في الشارع زي ما انا قلت لك زي المسلسل اللي احنا طبعا كلنا دلوقتي بنتابعه قضايا النصب المتعلقه بعقود الزواج المزيفه ازاي نتعامل معاها طيب خليني الاول طبعا اقول تحيه الحقيقه للدراما المصريه طبعا ان هي بتحط ايديها على جروح نافده محدش ياخد باله فيها
وانه الاعلام والدراما والفن ودوركم في الحقيقه ده له علاقه هامه جدا بفكره تطوير البنيه التشريعيه في اي مجتمع بشكل عام، وانه الحقيقه تحيه للمتحده في هذا الامر، وايضا تحيه للقياده السياسيه في مصر انه في السنوات الماضيه حصل تطوير كبير جدا، وعي كبير جدا في كافه المجالات بالظبط، تطوير كبير فيما يتعلق بالبنيه التشريعيه للمراه والطفل وايضا ذوي الاحتياجات الخاصه، وكمان ان احنا القينا الضوء بماهيه الجريمه وازاي ممكن تاثر على المجتمع، وده الحقيقه بيسرع كتير جدا من فكره حط ايدينا على المشكله عشان نقدر نحلها. فيما يتعلق بقى بالسؤال اللي حضرتك قلتي عليه، فكره النصب في عقود الزواج، الحقيقه انه اللي بيزور في عقد الزواج ما بيعتبرش نصب، هو بيعتبر لو مثلا اخفى زوجة الأولى ما أدلاش ببياناتها في وثيقة الزواج، هو يعد من قبيل إخفاء البيانات فقط اللي ممكن يتعاقب عليها 6 شهور أو غرامة، وغالبا بتكون الغرامة. ده خلينا نقول ان ده مشكله في التشريع عايزين نتصدى لها. ده ماشي، ده من خلال ان هو اخفى زوجته الاولى. احنا بنتكلم بقى بتغيير البطاقه او اللي حصل في المسلسل او الحاله المتشابهه للمسلسل، احنا بنتكلم ان واحد اتجوز ببطاقه تانية. طب انا ولادي مين ابوهم؟ كويس، دي بقى حاجه تانية اللي هي ليها علاقه بالتزوير. ما هو في وثيقه الزواج اكتر من حاجه ليها علاقه بقى بالتزوير، دي عقوبه التزوير. اللي هي موجوده في التزوير وقانون العقوبات المصري تصل الى حد 10 سنوات، لان هنا هو الاول زور بطاقه، ثانيا استخدمها، فهنا هيتعاقب على جريمتين. وكمان لو في انتحال صفه لشخص هو مش موجود، يعني مثلا كتب عن نفسه دكتور، مثلا كتب مهندس وهو مثلا مش معاه يعني هذه الصفه، دي جريمه ثالثه كمان في القانون، قد تصل ايضا الى 15 سنه سجن. انت نورتيني، انا كلامك كله فادني النهارده واكيد فات كل الساده المشاهدين، وان شاء الله تنورينا في فقرات تانية ونستكمل حوارنا الجميل في قضايا اللي ما بتخلصش، النصب والتشهير، واللي الناس كتير بتشوفنا النهارده يعني للاسف بتتقرص وبرده بتكون مكمله وما بتاخدش احتياطاتها، فان شاء الله تنورينا في فقرات تانية. شكرا جزيلا.